بسم الله الرحمن الرحيم. مرت علينا البارحة السويتش ستيتمنت، راح نعيدها ونكمل عليها إن شاء الله. السويتش ستيتمنت طريقة استخدامها أو السنتكس مالتها بهاي الطريقة. خل أختار القلم أول شيء. وين القلم؟ وين القلم؟ وين القلم؟ جيد، نكتب سويتش كليتها سمول، كل الأحرف مالتها سمول تصير بهالطريقة. نحط هنا متغير، نشيك على قيمته. تمام، هذا المتغير قد يكون أي نوع من الأنواع اللي مرت علينا. في حالة كونه متغير يساوي قيمة معينة، نسوي هذا هنا نسميها كود بلوك، يعني مجموعة إعازات. مو بالضرورة يكون إعاز واحد، ممكن تصير مجموعة من الإعازات، مجموعة كبيرة مو صغيرة. تمام، في حالة يكون المتغير يطابق هاي القيمة الثانية، سوي المجموعة الثانية، وهكذا مجموعة من الحالات. تمام، وإذا لم يطابق أي واحدة من الحالات أعلى الديفولت مالته، القيمة الافتراضية، سوي لنا الكود الأخير هذا. طبعا انتبه أنه آخر إعاز ما نحتاج نحط له بريك، وإذا حطيت له بريك ما يأذي، ما يأثر. تمام، ما يضر. فكلمة بريك بالضبط بالضبط هي تاخذك الى القوس النهاية. كل ما تشوف بريك يعني اذهب للاخير، يعني روح للاخير هنا. بريك يعني اذهب الى قوس النهاية، لا تستمر تشيك. السويتش ستيتمنت هذه، ذا سويتش ستيتمنت هي تشبه الاف ستيتمنت، اللي تسوي اف لكل وحده. يعني شنو؟ يعني اف ذا اكسبريشن ايكوالز اكس دو ذس، اف ذا اكسبريشن ايكوالز واي دو ذس، اف ذا اكسبريشن ايكوالز زي دو ذس. حسب الحالات الكيسز تصير كثيره. تمام، هذا السنتكس بصوره عامه والشرح المختصر. هسه راح نشوف بطريقه ثانيه مثل المنهج مالتنا، وراح اروح على المستعرض التالي. هذا نفس الحكي اللي حكيناه بس بطريقه ثانيه بالضبط نفسه. سمى المتغير هناك كان يسميه اكسبريشن، هنا سماه سيلكتر، يعني متغير يحدد يختار. تمام، سويتش ستيتمنت كليتها سمول. المتغير او السلكتر مالتنا هذا نفسه، ممكن يصير انتجر، ممكن يصير دبل، ممكن يصير كاركتر، ممكن يصير بوليان فاليو، ممكن يصير يعني هذا المتغيرات اللي مرت علينا. في حالة طابق الثابت الاول فسوي كذا وكذا وكذا ونهايتها بريك. في حالة طابق المتغير الثاني أو الثابت الثاني يسوي كذا وكذا وكذا وبريك. طبعا هذني الواحد والاثنين والثلاثة مو بالضرورة يكونوا متسلسلات، يعني أنا ممكن أخلي كيس 10 يسوي كذا، كيس 9 يسوي كذا، كيس 5 يسوي كذا، يعني أخلي مبعثرة، مو إلا تسلسل، مو إلا تنازلي، مو إلا تصاعدي، كيفي. تمام، وإذا لم يطابق ولا واحدة من الحالات الآتية، إحنا قلنا البارحة ترجمنا هاي الحكاية ديفولت، يعني وبخلافه، يعني ولا واحدة من ذي الحالات، فسوينا هاي المجموعة الإعازات هنا، وقلنا هاي البريك الأخيرة، هاي البريك الأخيرة مو ضرورية. هل تسبب مشاكل إضافتها؟ لا، خلي يصير عندك اعتياد. شلون قلنا لما تستعمل اف ستيتمنت تخلي اخذ قوس بداية ونهاية دائما، ما تضر. لا، ما نخلي يصير عندك بريك بالاخير، وهي الديفولت ما تضر، ما تسبب لك اي مشاكل. اتذكر انه دائما البريك توديك الى قوس النهايه، يعني هذا من الكيس الثاني على سبيل المثال تتحقق، اللي راح يصير انه راح تروح انت القوس النهايه، فراح تختصر وقت تشيك الكيسز الاخريات. وهذا الوقت لما تكرر العمليه طريقة متكررة تختصر لك الوقت، هذا مو في شيء يستهان به. تمام، ونروح للمستعرض التالي ونشوف مثال حي.
على تطبيق السويتش ستيتمنت. مر عليكم تستخدم تطبيق يعطيك تقييم التطبيق 5 نجمات يعطيك، تمام؟ فتختار النجمه الاولى او الثانيه، اكو بعض الستورز يعطيك 4 نجمات اختيار، هذا يسمونه لوكر تشارت. هذا تشارت تحدد به نسبه قناعتك. ف هنا ايش يقول سويتش اون انتجر فاليو، على اعتبار انه اذا منتبهين احتمال هو يصير على طريقه راديو باتنز 5 دوائر، تمام؟ يعني 5 دوائر كانما هالشكل. اذا تختار واحد يعني هاي اقل نسبه من نسبه القناعه او كلش رديء مثلا. اذا تختار 5 يعني هذا ممتاز وكلش جيد، تمام؟ اذا تختار 3 يعني وسط. زين، كانما تقيم تجربه، تقيم خدمه معينه، تقيم تطبيق معين. مر عليكم هاي الفكره، تمام؟ هذا يسموه لوكر تشارت. هذه هسه راح نسويه كبرمجه. راح اترك اليوزر انترفيس شلون اسوي هاي ال5 دوائر راديو باتنز، على اعتبار هذه الها يومها ولها ساعاتها، تمام؟ هسه احنا ندرس فشي بسيط، الفكره كيف اسوي هذا الشيء وراء الكواليس، تمام؟ فنفترض انه القيمه اللي راح يتم ادخالها هي قيمه عدد صحيح بين ال1 وال5. فنشوف البرنامج شلون مكتوب بطريقه سريعه. اولا الكليشه مالتنا انكود اي او ستريم using فراغ name space فراغ std فارزة منقوطة، تمام؟ وراها integer main القوسين الصغار، قوس البداية هنا. أتمنى يكون واضح البرنامج يومكم. سوينا متغير نوع int كليتها capital. حسألكم سؤال، إذا هذه ال int مثلا ال t وحدها سويتها small يقبلها البرنامج؟ لو ما يقبلها. استاذ يقبلها. يقبلها استاذ. عاشت لي صحيح، عبالي ما حد راح يحكي. شكرا على التفاعل القوي. شكرا، صحيح كلامك. يقبلها ليش؟ لانه ما طول مو كلها سمول، بس اللي اي ان تي كلها سمول هذني، بس هذه اللي مختصر انتجر بس هاي محجوزه. مجرد سويتها كابيتال صارت ما محجوزه، صار متغير، انا اقدر استخدمه. اي واحده منها اسويها سمول اوكي، سويت لها رقم اي ان تي 1 اي ان تي 2 يقبلها، تمام؟ انا اللي اختاريت هنا انه اسوي كليتها كابيتال. عرف متغير عدد صحيح الى الان، هذا اللي سويته غير كتبت الكليشه مال البرنامج، تمام؟ جيت اطلع عباره توضيحيه للمستخدم، كتبت له سيرفيس ايفالويشن تقييم خدمه. السلام عليكم. Please rate your visit from 1 to 5. أرجاء تقييم زيارتك من 1 للـ5. 1 is bad. 5 is excellent. داريد أقول له شلون حيصير التقييم؟ 1 إلى الـ5. 1 هو سيء و5 ممتاز. طبعاً المفروض شتى سد القوس هنا. أنا من بالي الاحتياج. تمام؟ على اعتبار قوس تحت هنا. هاي عبارة توضيحية بين quotation marks، يعني هذه مو برمجة، فوجود القوس أو عدمها هي شيء للمستخدم، تمام؟ عبارة توضيحية كلها، أدخل قيمة بين 1 و5 تدل على درجة رضاك، تمام؟ حطيت هنا start، هسه أقول لكم ليش حطيت start، حطيت label هنا أنا سميته start، بعدين لنا حكمة به، هسه أقول لكم ليش. هنا انا طلبت ادخال متغير السي ان طلبت ادخال متغير هنا، فنفترض حط لك قيمه بين 1 و5، دخلت سويتش ستيتمنت بناء على هذا الانتجر. تمام، المتغير مالتنا هو حيحدد، فانا شنو دا ادرسه؟ switch on an integer number، يعني استخدم switch بناء على قيمة عدد صحيح. وقلت عليه هذا real life example، على مثال
من الحياة. تمام؟ فالقيم اللي الكيسز كيس 1 2 3 4 5 تمام، هذا اللي بين الواحد والخمسة، هذا اللي انا اشيك عليه. قلنا هالقيم هذني بين الواحد والخمسة. اذا واحد اقول له سوري فور ذا باد اكسبيرينس، انا اعتذر على التجربة السيئة، وي ويل ورك اون ميكينج ات ماتش بيتر، راح نعمل على تحسينها بطريقة جيدة. مجرد اطبع شغله، هل اقدر اسوي شيء ثاني غير هذه؟ طبعا اقدر اسوي، اقدر اساله مره ثانيه، اقول له شنو بالضبط اللي مثلا زعجك، واخزنها فايل مثلا، من اخذ الفايلات او ادزها لشخص معين، او يعني اشر مؤشر معين. تمام، يعني اقدر اسوي شيء اخر غير انه اطبع هاي الجمله. ليش انا بس اطبعت هاي الجمله؟ لانه اريد البرنامج كله ينكتب بصفحه واحده، ما اريد اخلي يصير صفحات ويطول ويكبر علينا، تضيع الفكره. التوضيح للسويتش ستيتمنت، احنا درسنا شنو؟ لناخذ مثال عملي على السويتش ستيتمنت، ما اريد نكتب برنامج ونشعب به. فهمت الفكره؟ كيس اثنين، كيس كان الانتجر هذا المتغير مالتنا يساوي اثنين، اطبع لي سي اوت 2 out of 5 means it wasn't even okay experience. يعني حتى مو كانت 50%، أقل من 50. We are sorry for that. واعتذر من عنده. انتبه أنه دائما ورا ما تخلص، ورا ما يخلص العاسة أو تبدأ حط بريك بالأخير. انتبه على هاي البريك الموجودة بالأخير. هنا حطينا بريك. نستمر إذا كانت ثلاثة، نطبع العبارة so it was okay experience، يعني خلينا نقول 50%. We are going to work on making it better next time، راح نعمل على تحسينها، لأنه أنا طموحي أنه يصير له 4 لو 5، لو 4 لو 5. زين، الأربعة كاتب له sorry for that bad experience، أعتقد هذه ناسخة من أول واحد ما غيرتها، أنا المفروض كان هذه أكتبها بطريقة أخرى تختلف. فمثلا أكتب له، thanks for your visit، أو thanks for your evaluation مثلا، لأنه 4 من 5 أوكي، يعني هو راضي. تمام، 5 من 5 we are glad to know it was an excellent experience. هاي عملية تقييم، هاي ملاحظة ما لها علاقة بالبرمجة، هاي عملية تقييم رضا المستخدم، سواء كان مراجع راح الدائرة حكومية، أو إنسان راح مؤسسة معينة تقدم لخدمة معينة، خدمة إنترنت، خدمة ماي، خدمة كهرباء، طريق نقل، أي خدمة من بالكون هذا. تمام، هذا العملية يسموها كاستمر سيرفيس، وهي أحدى طرق قياس نسبة رضا المستخدم. ليش الشركات أو المؤسسات الحكومية أو المختلطة اللي هي مزيج بين الحكومية والخاصة، أو الخاصة أو يسموها الأهلية، زين ليش هذه تقيس دائما تهتم بدرجة رضا المستخدم؟ لأنه الإنسان الناجح دائما يداري الزبون مالته، تمام، يداري خبزته مثل ما نقول إحنا. زين، طاني قيمة مو بين الواحد والخمسة، طاني قيمة 0، طاني قيمة 20، طاني قيمة 50، شنو اللي راح يصير؟ راح يطلع الديفولت هنا، لأنه مطابق لأي واحدة من الكيسز الخمسة، فراح تطلع لعبارة please type a number in the range 1 to 5. انتبه، شوف هنا go to start، ولذلك حطينا label start وين؟ قبل عملية الإدخال، قبل السين، يعني كأنه ما دي يطلب من عنده يعيد الإدخال. تمام، ورا ما يخلص البرنامج كليته يقول له thanks for the feedback، شكرا على الفيدباك، على شو يسموه المساعدة أو إرجاع اللي بدماغك أو اللي بداخل قلبك. تمام، مشاركة مشاعرك، شكرا على مشاركة مشاعرك، يعني شكل شكرا على المساهمة، شكرا على التفضل بإضافة المعلومات، هذا الفيدباك كان ذا. تمام،
هسه عرفنا ليش حطينا ستارت ليبل، هذا خليته انا بالاخير ولا المكتب الديفولت. قلت هسه شنو اكتب؟ بس اقول له بليز تايب ا نمبر ان ذا رينج، او انا اقول له اوت اوف رينج. لا، هلا اقول له ادخل قيمه بالرينج وارجع مره ثانيه. تمام، فهذا التطبيق مالته راح اسوي اسكيب وراح اشوف التطبيق العملي مالته يشتغل انا مشغله. تمام، فراح نقول لا تخزن لي هاي الملاحظات اللي كتبتها ما احتاجها. تمام، وخلينا نروح على السي شيل مالتنا. سي شيل، تمام، وخلينا نشوف البرنامج وينه. كان عندي تصحيح بها صحح ان شاء الله، اللي هي كانت رقم 4. لا مو هذا غير برنامج، اي هذا كانت رقم 4. قلت له سوري فور ذا باد اكسبيرينس، هي ما كان لازم اعتذر منها لانه كانت تجربه جيده 4 من 5. فهنا انا لازم كنت اصلح، اكتب له ثانكس فور يور فيدباك مثلا، او اقول له لا ثانكس فور يور فيدباك طابعها بالاخير. اقول له هابي تو هير ذات مثلا، لانه هو يقول لي انا التجربه مثلا مو ممتازه، يقول لي جيد جدا، فاقول له انا مسرور اسمع هاي الشغله. فراح اكتب هنا صححت الخطأ اللي كان موجود. اكو عندنا خطأ ثاني، القوس اللي فوق مش ساده، فخلص الدهمنا. تمام، خطأ بالعباره التوجيهيه وليس خطأ بالبرمجه. قلنا هذا داخل كوتيشن مارك فما يأثر. تمام، هسه صار البرنامج، سويت له نسخ ولاصق بداخل السي شيل، راح اطبقه واشوف شلون يشتغل. تمام، ليش دا احاول اوخر الفراغات حتى الانشاف كاملا ان شاء الله يكون واضح لكم. تمام، فهنا هسه راح اسوي له ران، ما ادري اذا تشوفون التنفيذ مالته لو ما تشوفون. هنا كاتب سيرفيس ايفالويشن، السلام عليكم. وعليكم السلام. بليز ريت يور فيزيت فروم 1 تو 5، 1 از باد 5 از اكسلنت. شوف اول مره راح احط قيمه مثلا راح احط قيمه 2، فقال لي 2 out of 5 means it wasn't even okay experience. We are sorry for that. Thanks for your feedback. خلص. هسه راح اعيد تنفيذ البرنامج. ادخل قيمة أخرى. اللي ادخل قيمة 5. طلع له we are glad to know it was an excellent experience. Thanks for your feedback or thanks for the feedback. زين؟ هذه اللي طابق واحده من الخمسه كيسز. انا هسه راح اتعمد اغلط، احط قيمه 0. هذا واحد عصبي يريد يقول 0 0 0، هاي مو زين الاكسبيرينس. زين، داس انتر، راح طلب منه بليز تايب ا نمبر ان ذا رينج 1 تو 5. شنو اللي تنفذ عندنا؟ تنفذ الديفولت. تمام، والجو تو اشتغل. زين، خلي رقم 6، هذا واحد كلش فرحان وسعيد يقول هذول يستحقون، اعطيهم 100%. كتب 100 وداس انتر، طلب مره ثانيه بليز تايب ا نمبر ان ذا رينج 1 تو 5. هذا اللي كلش عصبي عاد طلب من عنده، سوى عصبي بالزايد. زين، والكلش طبعا يمكن لازم اضيف انه اذا صفر اعتبره بحساب الواحد. تمام، زين، و بليز تايب ا نمبر ان ذا رينج 1 تو 5، وهذا كلش كلش فرحان اللي هو اعطاني رقم ازيد. هم انا طلبت من عنده اعاده ادخال القيمه مره ثانيه. زين، فاذا حاط لي مثلا 3 اللي هو خلينا نقول الوسط يعني. So it was okay experience. We are going to work on making it better next time. راح نعمل على تحسينها. اتمنى يكون المثال حيوي ومهم ومفيد. شلون اسويها بالبرامج الحديثه دوائر وش اسمها هذه،
لغه سي بلس بلس ما تدعمها، لكن لغات اخرى على نفس الكود هذا تقبلها. تمام، يعني بعباره اخرى، هل الكاتلين هذه لغه الكاتلين الجديده الموجوده على التليفونات، هل تاخذ هاي السويتش ستيتمنت نفسها؟ اي نفسها 100% تاخذها، هاي بالضبط تاخذ السويتش ستيتمنت تشتغل على الكاتلين. فاللي تعلمته ها راح تستفاد منه من تتعلم لغه برمجه ثانيه، اي راح تبني عليه، راح يفيدك. اعتقد مو دا اصبرك، لا. هل احنا في مستوى اللي نبني تطبيقات معقده؟ هسه تشوفون من تتعلمون ليش تفهمون انه برنامج واحد من ذيك يعني يراد لنا فتره طويله يلا نفتهم ونتعلمه. فنفتهم الافكار هذه بدنا نبني يسموها لبنات في جدار، تمام؟ بدنا نبني احنا مجموعه، بدنا نبني وحدات البناء، طابوق اذا جمع طابوق باكر عقبه ما تريد تبني حائط، طابوقاتك مبنيات جاهزات تيجي تصفطهن تبني الحائط، تمام؟ بس احنا اليوم الطابوقه مالتنا اسمها سويتش، عرفت شلون؟ نرجع للمستعرض مالتنا ونشوف هسه احنا هذا المثال اللي اخذناه، نشوف مثال اخر ابسط واسهل. ايضا بما انه انا اشجع ثقافه الكاستمر سيرفيس، ثقافه انه اعتني بالمستخدم، تمام؟ لانه ما احس البلد يحتاج هذا الشيء، زين؟ فاهم انا كتبت سيرفيس ايفالويشن، لكن الموضوع بسيط. مثلا طلب تنصيب برنامج، فتنصيب البرنامج انت لو مقتنع، لو عاجبتك الشغله لو ما مقتنع، مثلا اشتريت لك حاجه انت لو مقتنع لو مقتنع ما تقبل خمس مراحل تصنفها، ما بها مجال. فالجواب يس او نو، واز ات ا جود فيزيت، واز ات ا جود اكسبيرينس، واز ات ا جود سيرفيس، هذه يسمها سويتش اون ا بوليان تايب. بوليان يعني لو صفر لو واحد، لو واحد لو صفر، لو نعم لو كلا. هاي الأسئلة، هل أنت راضي؟ نعم كلا. هل أنت مقتنع؟ نعم كلا. هل كانت تجربة جيدة؟ نعم كلا. ما تقبل أنه أقول لك قيم لي التجربة من خمسة، ليش؟ لأنه أنت مو سويت عملية، يعني عملية صغرى أو كبرى، عملية جراحية جسمك، تمام؟ حتى أجي أقول لك قيم لي من خمسة، ولا أنت مثلا اشتري سيارة، يعني مو شغلة بها تعقيد. شنو الشغلات النوبات اللي بيها تعقيد؟ اقول لك قيم لي اياها مثلا من خمسه، قيم لي اياها من عشره. الشغلات البسيطه ما تتحمل. فيصير الموضوع هل انت راضي لو ما راضي؟ يقول لك لو راضي لو ما راضي ما بيها مجال، تمام؟ شنو رايك بالازدحام بالشارع اليوم؟ اذا كان طريقك طويل فتقول لي انا اعطيني خمس اختيارات، تمام؟ اذا كان طريقك قصير يعني مثلا هي داخل مؤسسه معينه، شنو رايك بالتنقل داخل مجمعنا، تمام؟ فتقول لي لما مقتنع وما مقتنع، ما راضي وما غير راضي. اذا كان مجمع ضخم وعملاق، تمام، راح تقول له لا اعطيني خيارات. فهمت الفكره؟ زين، خلينا نشوف شنو هذا مال نفس الفكره مال سويتش ستيتمنت، بس هالمره نستخدمها واحد اور زيرو، واحد اور زيرو، واحد او صفر، تمام، 1 اور زيرو. زين، هنا النوع اللي اختاريته، خلي اختار القلم مره ثانيه مرخصتكم، تمام. اللي اختاريته النوعيه اختاريت متغير من نوع بول، يعني بوليان يعني قيمته لو صفر لو واحد، سميته T or F، True or False. أنا سميته True or False، تمام؟ إيش اختاريت في التسمية؟ ال T سويتها Capital، ال R سويتها Small، وال F سويتها Capital. كلها هذا متغير. T or F، True or False. كتبت له See out service evaluation. مرحبا. Was it a good visit? One or zero. لمعلوماتك بهواية مؤسسات أنا زايرها بحياتي يحطون هذه الشغلة يم المنضدة وبيها دقمتين، بيها دقمتين من
نعم وكلا جيدة وغير جيدة. شو السلام عليكم بقى لمعلوماتك تقييم الخدمة ينحط كوقت يعني ينحط هاردوير بقى تجرب أن تحصل جواب وفرها وارجع حساب جديد. لا بيش وإلي سجنوني أقرب مرة طخت مرة جديد سعيد بس غير أول شيء خلص من سنة كتابة عدس وعلى أكثر غير ما أروح كيف أنطولك يوصل بابا لأنه بدنا نسجل المحاضرة حتى لا تبين المداخلات الثانوية تمام؟ وأنا أعتذر على الميوت يعني بس الخدمة العامة والله من وراء القصد. هذا نرجع لموضوعنا. بس هنا أنا دا أسوي سويتش ستيتمنت بناء على نوع ثاني اللي هو بولين تمام؟ فالكيسز مجرد اثنين تو كيسز كيس صفر كذا كيس واحد كذا وديفولت يعني اي شيء غير الصفر والواحد اي قيمه غير الصفر والواحد نقول له بليز تايب ايذر 1 اور 0 اي قيمه اخرى هل البوليان يخزن قيمه اخرى غير الصفر والواحد من يجاوبني ما يخزن فهل هاي الديفولت لها قيمة في الحالة؟ هسه ننفذ البرنامج ونشوف تمام؟ في هسه خلي شرح أول مرة في حال صفر sorry for the bad experience في حال واحد we are glad to know it was an excellent experience انتبه صارت لو زينة لو مو زينة وبالأخير كتبنا له thanks for the feedback مع السلامة بالديفولت طبعا هذه هنا أنا ممكن نسويها عدد صحيح وياخذ قيم أخرى والديفولت تقوم تشتغل بحالتنا هنا لو صفر لو واحد ما اعتقد راح ياخذ اي قيمه اخرى لانه المتغير هذا ترو اور فولس ما عنده قدره انه يخزن متغير اخر خلينا نجرب البرنامج ونشوف هي عنده قدره لو ما عنده هذا البرنامج اللي قبل شوي سويناه السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا بس أروح للمسج صار عندي ظرف خاص يعني أقدر أترخص؟ ماشي ماشي براحتك. لا سجلها إن شاء الله. ها دكتور؟ لا سجل المحاضرة وإن شاء الله إن شاء الله أشاركها وياكم مرة ما خلص. مشكور أستاذ. لين وسهلا. هسه هنا دا نفذ البرنامج اللي قبل شوية كتبناه لو صفر لو واحد هل نحط صفر؟ اعتذر for the bad experience نفذها مرة ثانية ونخلي واحد كيف وفرح زين نفذها مرة ثالثة ونخلي اثنين مثلا قبلها كأنما واحد فأي شيء أي زد من واحد يقبله واحد ليش لأنه البوليان ما يقدر يخزن له بس واحد وصفر فهاي الديفولت بهاي الحالة إذا أريد أستخدمها لازم أخلي هذا هو صح أنا دا أشيك على صفر واحد بس أخلي إنتجر حتى يأخذ قيم أخرى مثلاً بالسالب مثلاً أكثر من واحد حتى تشتغل هنا فهسا نقدر نسويها نقدر نسويها خلي نجرب هنا مجرد تغيير بسيط هنا مكان ما نستخدم BOOL بول من نوع بوليان فاريبل نكتب إنتجر INT وننفذ البرنامج تمام وهالمرة إذا ما نخلي لا صفر ولا واحد هنخلي مثلا تسعة راح يقول لي please enter please type either one or zero يعني اشتغل الديفولت واشتغل الـ go to لأنه رد طلب مرة ثانية تمام هسه لو خلينا واحد يقبلها فافتهمنا شلون أنه أنا أريد أشيك على بولين إذا حاط two cases بس اما هذه واما هذا هو المتغير ما يقبل لو هذا لو هذا واذا حطيت قيمه ازيد من واحد هو راح يحولها اوتوماتيك من يخزن يحولها واحد فهمت الفكره اتمنى يكون هذا المثال واضح ومفيد ونقول نيكست او المستعرض التالي ونتحول الى السلايد الجاي ونشوف هسه هذا
مثال ثالث على switch statement. مثال ثالث على switch statement. تمام؟ إيش دارد أسوي؟ دارد أسوي حاسبة بسيطة. simple calculator. حاسبة مال أرقام بسيطة. أريدك تركز وياي هنا على شوية. ليش مرتين استعملت switch؟ ليش استخدمت switch مرتين؟ راح استعمل الهايلايتر هالمرة من باب التغيير. زين switch on a character value تسوي switch او تشيك بناء على character من الاسكي كود. بصورة عامة اي واحدة من الرموز ذني تذكرون اللي طبعناها من الاسكي كود اي واحدة من عندهن هن مخزونة كرقم. زين بضمنهن الناقص والزائد والضرب والقسمة. فبدينا بالكليشة المعهودة هاي اللي فوق. تمام هاي الكليشة مالتنا اللي دائما احنا نبدي بيها برامجنا. ونهينا قوس النهاية ناس يكتب return zero. أنا دائما نهاية البرنامج لأنه نوع المين نوع انتجر فاكتب return zero. تمام راح من بالي هاي الشغلة. شوف اللي من اللي يكتب واحد برامج قد ما يكون متمرس تروح من باله تفاصيل. وهذا الشغلة طبيعية طبيعة بشرية مو فد كاركتر مو فد مشكلة. زين هسه أنا عرفت متغير من نوع كاركتر سميته OP يعني شنو operation. أنا بيني وبين نفسي اختصرت operation. ليش ما كتبتها operation؟ شفت أنه راح يعني شوية صار طويلة بس هي كان ممكن والله أسويها ما أعرف ليش ما سويتها. يعني هسه دا راجع دا أقول خب سميها operation شنو OP. يلا OP اختصار operation يعني العملية الرياضية العملية الحسابية. زين عرفت متغيرات غير كاركتر أنه OP عرفتها. هذه هنا أنا عرفت الـ OP. هنا أنا غير عرفت ثلاث متغيرات اللي هو الرقم الأول NO0 NO1 NO2 الرقم الأول هذا والرقم الثاني هذا والنتيجة مالتهم هذا هاي النتيجة. أوكي فعرفت ثلاث متغيرات من نوع دبل أعداد حقيقية تقبل كسور تقبل أعداد صحيحة تقبل سالب تقبل موجب. وش حكي see out first number or enter the first number. ليش أنا ما كتبت enter the first number أو please enter the first number؟ على اعتبار الكالكوليتر هاي الحاسبة اللي اسمها بالإيد ما بيها مجاملة هواية مو مثل البرامج ما بيها شرح هواية وكلام هواية. تمام أصلاً هي حتى هواية من الحاسبات أصلاً ما تقول لك first number يعني كل عندها قدرة أنه تطبع بس أرقام بسيطة تصير شوية. تمام خليت السي إن ويا نفس السطر يصير أخلي السي إن ويا نفس السطر لو ما يصير؟ نعم أستاذ يصير يصير بالضبط صحيح لأنه إحنا حطينا فارسة مقولة فصلناها بسيمي كولن فما دام السيمي كولن موجودة نقدر نكتبها سوية. يا إعازات ما نقدر نكتبها سوية لازم تأخذ سطر واحد الإعازات اللي مثل الإنكود هاي اللي فوق اللي تبدي بالهاش هذني كل واحد منهم أي إعاز يبدي بهاش أي كل واحد منهم لازم سطر إلي منفرد قانون سواء كانت إنكود أو أنواع أخرى إن شاء الله تمر علينا بالمستقبل. أكو أي أكو مجموعة مو واحدة تبدي بهاي العلامة الهاش هاي الشبات يمكن بالهايلايتر ما واضحة زين الخطين هنا والخطين فوقها. تمام هاي خطين وهاي خطين مشكلة أمك لأمي فهد ما بدي قطع صوتي قطع لا أستاذ واضح الصوت والله أعتقد ما حد اعترض البارحة والبارحة هذا واضح واضح الصوت ها جيد واضح جدا واضح يمكن المشكلة منك ما الطالب اللي تكلم قبل شوية وأنا أعتذر لأنه ما أقدر أصلحها. هنستمر لأنه نسجل. تمام واضح واضح أستاذ كلش واضح شكرا شكرا. زين see out please enter a symbol for an arithmetic operation حاطلة بين قوسين إما الضرب اللي هو النجمة أو القسمة اللي هو هذا الخط المائل
أو علامة الزائد للجمع أو علامة الناقص للطرح، تمام؟ ونازل سطر. هسه أنا بعد ما يحتاج من نوصل من نكتب إند لاين أقول لك هذه ننزل بها سطر، أنت عرفتها، هذا الأوبريتر اللي تابع للسي أوت هذا ينزل لك سطر دائما، ما نحتاج نشرحها بعد، تمام؟ زين. هسه أقول لك ليش حطيت هنا ستارت. حتى ارجع مره ثانيه قبل السي ان، تمام؟ ليش؟ لانه احتمال تم ادخال قيمه غير الـ يعني هذه العمليات الاربعه، الرمز غير العمليات الاربعه، فاذا صار هذا الشيء انا راح اطلب منه يدخل لي واحده من العمليات الاربعه، تمام؟ هذا الهدف من عنده حتى يرجع. زين. بس انا الى الان مجرد كتبت له سي اوت هنا اللي فوق، مجرد الرقم الاول، بس الرقم الاول تم ادخال العمليه. احنا شنو الفكره مالتنا؟ ندخل الرقم الاول، ندخل العمليه، وندخل الرقم الثاني وتطلع النتيجه، هاي الفكره. هنا تم ادخال الرقم الاول، هنا انا صراحه شنو نطلب من عنده؟ ادخال العمليه. هذه هنا أنا. هاي السي اوت مال العمليه، تمام؟ وهنا السي ان مال اوبريشن، هذه تم ادخال العمليه بالكيبورد، اما زائد واما ناقص واما جمع واما تقسيم، اما ضرب واما تقسيم. هنا سوينا سويتش ستيتمنت الاولى. السويتش ستيتمنت الاولى تشيك لي على العمليه، فكيس ناقص نكتب انا هيك حاط روحي ملاحظه سبتراكشن، اقدر ما اسوي اي شيء، يعني اقدر هنا ما اسوي اي شيء، تمام؟ ليش انا اريد اسوي هاي العمليات الاربعه؟ حتى يصير اكو تفاعل، اكتب سبتراكشن اديشن، يعني انا من اكتب الرقم الاول وادوس انتر حيطلب مني العمليه، كتبت مثلا جمع راح يكتب لي كلمه اديشن، تمام؟ على فرض ان هنا صار هذا اللاين راح يكتب لي كلمه اديشن، وراح يطلب الرقم الثاني ويستمر البرنامج. زين، اذا فرضنا ما دخل لي قيمه واحده من ذني الاربعه، هنا السبب انه استخدمت سويتش ستيتمنت. هنا حتى يطبع له please type a symbol of an arithmetic operation، او نقول له رجاء اطبع لي اختار واحده من ذني الاربعه واحط هاي القوسين اللي حاطها بالبدايه، يعني مثلا اي شيء. وهنا ايش قايل له؟ go to start، ده رجع على الستارت على قبل السي ان هنا. عرفت الفكره؟ عرفت ليش حطينا ليبل سميناه ستارت؟ هذا الليبل هنا. نعم ستارت. عرفت ليش سويتش ستيتمنت الوظيفه مالتها اول وحده شنو؟ تشيك على العمليه، العمليه valid or not valid. اي رمز اخر لو جيت سويت برسنتج ساين، لو جيت سويت اند، لو جيت سويت اي رمز اخر او الهاش، اي رمز اخر غير ذني الاربعه راح يسوي هاي العمليه، يطلب مني ادخال مره ثانيه. فرضا تم ادخال واحده من ذني الاربعه اللي فرضناها على سبيل المثال مثلا الجمع كيس هاي تو، تمام؟ ايش راح يصير؟ راح يستمر يقول له سي اوت سكند نمبر، يعني ادخل قيمه السكند نمبر، والسي ان ايضا مره ثانيه خليناها بنفس السطر مثل ما سوينا ويا الاول واحد، وقلنا ما طولك وفارزه منقوطه، اذا هذا راح يمشي يقبله ويمشي الحال. تم ادخال الرقم الثاني وداس انتر، راح يصير سويتش ستيتمنت اخرى، هي هاي اللي راح تنفذ العمليه. هنا راح تنفذ العمليه، انتبه انه انا ما سويت بها ديفولت. ليش؟ لانه انا ضمنت بالسويتش الاولى هي واحده من هاي الفور كيسز، فهنا جيت سويتش مره ثانيه بالضبط نسخه من الاولى، لكن اللي سويته كيس ماينس حسبت الريزلت، ريزلت نمبر 1 ماينس نمبر 2، طبعا اثنيناتهم نوع دبل فيقبل، حتى لو كان هذا اكبر من هذا يقبل القيمه بالسالب، وقلنا سبتراكشن ريزلت از، وطلعت الريزلت. انتبه دائما اكو بريك ستيتمنت، كل واحده من هاي الكيسز بها بريك ستيتمنت. هل اخر واحده ضروريه؟ لا مو ضروريه، هاي اخر واحده مو ضروريه، مو غلط، العفو اسف، مو غلط لكن غير ضروريه،
غير ضرورية، مو غلط لكن غير ضرورية، ما أنا سويت عليها فيه، لا مو غلط هي، تمام؟ لكن غير ضرورية، ليش؟ لأنه هو رأساً هي حتخلص هاي التقسيم، حتخلص العملية، حتوصل للكيس، حينفذ هذا، وراح ينتهي أصلاً أوتوماتيك. سؤال، ليش حطيت اف ستيتمنت بداخل الكيس؟ هاي الأخير وحدة، لأنه عملية التقسيم لازم المقام متمام بها بسط مقام اللي جوا الكسر لازم ما يصير صفر، فحطيت له if number 2 لا يساوي صفر استمر result يساوي 1 على 2 number 1 على رقم على number 2 والسي اوت طبعا النتيجة واي شيء اخر اريد اسويه else اذا لا والله في حالة يساوي صفر فاطبع لي dividing on 0 is not allowed. Dividing on zero is not allowed. تقسيم على صفر غير مسموح به. أقدر أسوي شيء آخر؟ إيه أقدر أسوي go to مثل ما استعملنا go to هنا اللي فوق. أقدر أكتب go to هنا مثلا وترجعك على مثلا على سبيل المثال شنو نحتاجه؟ ها ترجعك قبل إدخال القيمة الرقم الثاني لأنه إحنا نقسم على الرقم الثاني. فترجعك على هاي القيمة وين راح المؤشر مدى أشوف أريادين ترجعك هنا مثلا تمام مو هذا الفوق هذا غلطة ثانية ما يحتاج أرجع كلش من البداية تمام ترجعك إلى هذا هنا حتى شنو يتم إدخال رقم غير الصفر كمقام مثلا وإذا تركته مثل ما هو هاي أنت حسب حاجتك بالبرنامج إذا تريد تتشعب تقدر تتشعب كلمة توصل بعد حتى الشعب تمام ليش استخدمت انا سويتش مرتين؟ اريد اقول لك انه اريد اذكرك انه هذه الاوكي الاوبريشن هذا المتغير اللي حطيناه هنا هذا صح هو لوكال فاريبل مو قبل مو هنا اللي فوق لو هنا يصير جلوبال يشوف كل الفانكشنز وكل الكلاسز اللي بالبرنامج ينشاف من قبل الكل اذا بداخل المين هو لوكال فاريبل بس المين يشوفه لكن طول المين يعني طول ما كنت انت قوس البدايه والنهايه مال المين هو ترى ينشاف يعني ما طول انت كنت داخل البرنامج فينشاف فهو ده ينشاف ترى يعني هاي الاوبريشن مرت بالسويتش ستيتمنت ما تغيرت قيمتها بقت مخزونه اذا زاد فظلت زائد اذا ناقص فظلت ناقص من لحظه ادخالها تمام فاقدر اشيك عليها اكثر من مره عادي حتى لو مره ثالثه حتى لو مره رابعه على السويتش ستيتمنت تقدر تشيك عليها. اكو ملحوظه كتبتها قبل اكثر من شهرين. كتبت لكم اكو متلازمه اسمها المبرمج ما اعرف شنو اسمها بصراحه بس المبرمج المتلازمه حاله نفسيه، المبرمج يشعر نفسه انه برنامجه مو محترف، مو برنامج مضبوط ويسوي شغل. هذه المتلازمه لا تخلوها تسيطر عليكم. يعني انت هذا البرنامج من كتبته لا تتخيل البرامج اللي تستخدم بالتطبيقات هذه اللي هسه بالشركات والمؤسسات لا تتخيلها اعقد من هذا البرنامج ترى نفس البرنامج هذا نفسه هذا اللي هسه مثل هذا بي سويتش ستيتمنت ترى نفسه هذا يكتب بالمؤسسه ويسوي شغل ويشتغل يوميا من الصبح لليل ويدوق يعني وما يوقف ما يصير كراش وما يخربط وما كذا معقوله اي معقوله بهالبساطه اي بهالبساطه يعني لا تتخيل البرمجة فشي مرعب وما دا سخفت فيها لا هي بالحقيقة هالشكل يعني تمام أتمنى يكون هذا المثال واضح المثال الثالث على switch statement ونقول التالي اللي حتى نشوف المستعرض الآن التالي وصار عندنا هسه فد موضوع جديد تريدون نقطع الفيديو لو نستمر نكمل فيديو كله مكان واحد اليوم يعني أوقف التسجيل وأرد أشغل التسجيل لو نستمر شنو الأسهل تفضلون فيديوهات صغار لو فيديو واحد نكمل استمر دكتور استمر استمر نكمل أنا ما أقول نكمل تمام هذا فد أوبريتر يأخذ ثلاث قيم يسموه ترنري أوبريتر هذا المتغير نعم الشاشة ماكو راحت راحت الشاشة؟ نعم أستاذ ما مشيرة صدق؟
بس يلا رجعت. اي الشاشه. شكرا شكرا على التنبيه. وهو بل حكيت لهم نعم. اي نعم استاذاني. زين نبهتيني، كان ظليت احكي وما تشوفون. تمام، احنا هذا اللي خلصنا المثال مال سمبل كالكوليتر. شوفوا مفيد مسلي هذا المثال مال حاسبه صح. هو يقول لك انا اذا عندي حاسبه وهواي تطبيقات على الحاسب ليش دا اسويها؟ حتى تعرف شلون صارت شلون كتبت، واذا احتاجيت تسوي شيء مشابه لها برنامجك تقدر تسويه. تمام، فمعلومه تطبيق عملي يفيد ما يضر. زين خلينا نشوف اللي وصلنا له. هذا اسمه ترنري اوبريتر، معامل ياخذ 3 ايام. طبعا اعتقد اكو دول اوروبيه منها الالماني رقم 3 يسموه تراي. تمام، وال جيد، والترنر اوبريتر يعني معامل ثلاثي، يعني تاخذ 3 قيم، يعني ياخذ 3 متغيرات. والترينيتي يعني الثالوث بالمسيحيه، يعني ثالوث مالتهم، ثالوث المقدس ترينيتي. فترنر يعني الثلاثي. تمام، وتراينجل اقدر اشتق لك المفرده هذه حتى ترشخ في بالك. تمام، ترينيتي اوبريتر يعني ياخذ 3 متغيرات. هذا احكيكم للامانه نادرا ما اشوف برامج تستخدمه، نادرا ما اشوف برامج تستخدمه. هذا في الشيء لطيف، الاف ستيتمنت تعوض لك عنه، والاف ستيتمنت قراءتها اسهل من قراءته، لكن في الشيء لطيف. واكو بعض المبرمجين يحبوه ويتعلموه يظلوا يستخدموه. شنو هو الشرط؟ يرجع لك قيمة. الشرط استخدامه هو عبارة عن رمزين اثنين، الرمز الأول هو علامة استفهام. والرمز الثاني هو نقطتين شارحة. هي بس. المتغير كليته هذا الأوبريتر، ترنري أوبريتر هو هذا المتغيرين بس. شلون يشتغل؟ يشتغل يقول لك يرجع لك قيمة، يرجع لك متغير، يرجع لك متغير. تمام، نحط هنا شرط مثلا، هل هذا أكبر من هذا؟ هل هذا يساوي هذا؟ إذا كان هو علامة الاستفهام. تمام، إذا كان يطابق يعني يتحقق الشرط ترو، فترجع القيمة هذه هنا. إذا ما يتحقق فولس، ترجع القيمة هاي هنا. تمام، فهنا الشرط، شرط وهنا نعم وهنا كلا، كان ما هالشكل. بعبارة أخرى، هذا ترنري اوبريتر ياخذ هنا كونديشن، والترنري اوبريتر هو يحوي على هذا الإعاز اللي هو علامه استفهام، ويرجع لك اذا ترو يرجع لك هاي القيمه، وجزء من عنده هاي النقطتين الشارحه. تمام، واذا فولس يرجع لك هذا القيمه. مثال سي ان يا فاليو، السي اوت حستعمل ترنر اوبريتر، اذا اكبر وتساوي صفر هذا الكونديشن، وهذا ترنر اوبريتر، اذا ترو فرجع لي بوزيتيف، يعني سي اوت بوزيتيف يطبع لي بوزيتيف، واذا فولس فرجع لي نيجاتيف، ترجع قيمه نيجاتيف. تمام، فما يحتاج انه الفاليو هو من نوع اما انتجر يعني رقم او دبل او فشي من هالقبيل، يعني هذا رقم رقم وشيك عليه. فمن ايش يتكون؟ يتكون من هاي علامه الاستفهام ومن هاي النقطتين الشارحه.
ترنري اوبريتر اسمه ترنري اوبريتر المعامل الثلاثي هذا يسموه شورت هاند ايلس اف ايلس يعني مثل الاف ستيتمنت كانما مثل الاف ستيتمنت بس صغيره تنكتب باصغر يعني كانما الاف هي فشي كلش كلام طويل هي مو حرفين هي اي واف تمام يريد بعد يختصرها ازيد هذه يعني انا اعتبرها فد طريقه ثانيه ما اعتبر اختصار لانه هذيك مو طويله حتى تختصرها بس مصادر كتبوها انه هاي اختصار شورت هاند اف ستيتمنت تمام شورت هاند اف ستيتمنت which is known as the ternary operator المعامل الثلاثي because it consists of three operands operands معاملات ثلاثه معاملات ثلاثة operand يعني معامل تمام operator operands يعني معامل معاملات يعني تمام operand وهو نفسه اسمه معامل operator أو العملية ما أعرف زين it can be used to replace multiple lines of code with a single line شوي اختصر لك كتابة if it's used to replace simple if else statement It is often, الأمريكان يقولون often, تيقولوها تمام. It is often, على قولة البريطانيين, it is often used to replace simple if else statement. تمام؟ يستخدم مكان الـ if else. سؤال: إذا أنت هذا ما تعرفه وبس تعرف الـ if else تقدر تصير مبرمج كامل مكمل؟ أي عادي. يأثر عليك بحياتك كليتها؟ ما يأثر. يمكن يستخدم هواي بالبرامج نادرا ما يستخدم ليش ما ادري ليش نادرا ما يستخدم ما اعرف صراحه اللي اتمنى اسوي في لحظه من اللحظات في يوم من الايام انه اشوف السايكل مال اف ستيتمنت واشوف السايكل مال هذا الترنري اوبريتر يا هو اللي يطول ازيد حتى اقول هذا بيميز عن ذاك اما الى الان يبدو لي اثنيناتهم واحد يساوي الثاني يعني ما شايف فرق بيناتهم ونقول التالي ونروح للمستعرض الجديد ونشوف مثال اكس واي يا هو الاكبر واي نقارن بين اكس واي لاحظ انه استخدم ترنري بطن ترنري انتبه واحد بنص الثاني شوف شيك إذا y إذا x أصغر من y إذا x إذا أصغر فرجع لي قيمة ناقص واحد يعني إذا x أصغر يعني إذا هذا true x أصغر فالسي أوت يطلع لي ناقص واحد إذا مو أصغر الفولس مالته شيك تشيك لا يعني هذا ترنري بطن ترنري nested ternary operator هذا ذا فولس يجي ينفذ لي هاي ترنري اوبريتر الثانيه شي يشيك مره ثانيه يقول هل x يساوي y؟ هل متساويين؟ إذا متساوين رجع لي قيمة صفر. فالسي اوت راح يطبع هذا السي اوت راح يطبع صفر. إذا لا هو الـ x أصغر ولا متساويين، إذا من غير ما بقت غير بس الـ x أكبر. فبهالحالة الـ x هو أكبر من y تمام هاي الحالة معناتها x أكبر من y وترجع قيمة واحد شو استفادينا من هذا المثال استفادينا نقدر نستخدم ترنري بطن ترنري شلون يشتغل شرحناه هسه شلون يشتغل هل المثال هذا يعني مفيد اي مفيد لو تجي تستخدم if statement تكتب مثلا if هذا اصغر من هذا وراها مره ثانيه تقول اف يساوي else تستخدم اف واف والse تمام هذا اختصر لك اياها الاف والاف والelse بهذا بس شنو
صار قراءته شويه اصعب كانما يعني هسه اذا مو تقعد تصفن بيه شويه يمكن تخربط تغلط فيه تمام. طبعا احيانا هذه قيمه متغيره، انا اعرف هنا أنا متغير مثلا من نوع انتجر واقول الانتجر يساوي وافتح قوس واسوي هاي العمليه كليتها تمام. يعني مو لا مو بالضروره ان هذا يستخدم مع السي اوت، يعني هذا مو يرجع لك قيمه، الترنري اوبريتر يرجع لك قيمه، ممكن يستخدم لخزن قيمه معينه متغير معين وليس مع السي اوت فقط. هاي خليها في بالك. ونقول التالي حتى نروح للمستعرض التالي. استخدام اخر او مثال اخر على على تطبيق الترنري اوبريتر، عرفنا متغير عدد صحيح سميناه انتجر، اكتبنا سي اوت انتر ذا نمبر، سوينا سي ان وراح على هذا قيمه العدد الصحيح اللي هو اسمه فاليو، تم ادخال الفاليو هنا. قمت اشيك ايش دار اشوف، دار اشوف هل هو فردي او زوجي. شنو العبره من هذا التشيك؟ العبره من هذا التشيك انه داريد اطبق استخدام الترنري اوبريتر. وين الترنري اوبريتر؟ هذا هذا هنا أنا. هاي علامه الاستفهام، هاي نقطتين شارحه. شنو الفكره من عنده؟ يشيك لي اذا كان زوجي او فردي، اذا ويطبع لي كلمه ايفن او اول. فالتشيك كله راح يصير ضمن السي اوت. سي اوت كتبنا هنا فاليو نسبة، هذا علامة النسبة المئوية اللي هو الموجلان، هذا يطلع لي الباقي. فإذا كان الباقي قسم على اثنين، الباقي من القسمة صفر يعني هذا زوجي، وإذا كان بخلافه اللي هو واحد، اللي هو لو صفر لو واحد ما يقبل غيره، بخلافه هو فردي تمام. هذه الاف ستيتمنت، اف وحده اذا الموجولا على اثنين صفر then سي اوت ايفن ايلس اود، بالضبط تشبه الاف ستيتمنت. ونقول التالي ونشوف الصفحه الجايه. وصلنا الى الحلقات اللوبس، وصلنا الى اللوبس. ساعة بيش أسأل شوي شيء الساعة، أعطيكم بريك لو نستمر دكتور بالعشرة وعشرة هسه، أعطيكم بريك لو استمر. إحنا نريد نغطي هاي المواضيع ذن الثلاثة، الوايل والدو وايل والفور. ليش ثلاثة مرة واحدة؟ لأن الناس يشوفوهن قريبات بالفكرة يعني. دكتور استمر استمر، يلا نستمر نقول يا الله. غطي تعبتوا أنتم رمضان استاذ، ما تستمر ان هي المحاضره. لا لا استمر، لا استمر يلا ما اريد ان اريد نمشي بهذه، لانه صراحه ما بقت لنا غير محاضرات معدوده على الاصابع وتخلص السنه، فمو مال نضيع وقت دكتور. بس بس سؤال، نعم. الامتحانات قالوا اساس 16/6 18/6؟ لا لا بشهر 7. بس شنو، حاول حاول كل مثال يمر عليك وقف الفيديو وتطبق. والله نصيحة يعني في سبيل الله، وإذا تسووها راح تترحموا لي بالمستقبل، إذا تتعاجلون عنها يعني حرامات، فرصة تعلم تروح عليكم. كل مثال يمر علينا حاول تطبقه تمام. دكتور زين، نهاية السنة حضوري ولا إلكتروني؟ والله على اغلب الظن حضوري مثل ما صار بالفصل الاول، يعني ما كان له كل المواد، ما اعتقد كل المواد، هي 60 ب 40 مثل اللي صار سابقا، وتخضع للتعليم. ما ادري انا ابت بها وما اقدر اعطيكم كلمه في الموضوع. دكتور بس هم بالقرار ننزل، قالوا اساس تنزل كتاب وقت قبل شهر، قالوا السنة الجاية كلها إلكتروني امتحانات، هسه نهاية يعني نهاية السنة أساسها الإلكتروني. مو هي قبلها ترى نازلة غير كتب ومتغيرة، هي تعتمد على انتشار الوباء، إذا انحسر
والناس قاعدة تأخذ تلقيحات ودائما بين وراء 21 يوم، فبنحسر اعتيادي راح الحياة ترجع طبيعية والحضورين حتى نسبة تزيد. أما لا لا والله لا سمح الله ده ينتشر، ولا الآن هو يعني اللي واضح أنه الموجة الهندي اللي هو أسرع انتشارا، والحمد لله مو أكثر خطورة. يعني هو نفس الخطورة الأول واحد، والبريطاني اللي هو انتشر بالدول العربية، والهندي اللي على حد علمي ما واصلنا له هسه، كلهن نفس الخطورة بس درجة الانتشار تزيد. دكتور 13 إصابة من ذول الوافدين اللي جوا من الهند يا ستار. دكتور مهزومين من عندهم أربعة نعلم بس. والله ما أدري بعد. يعني مو حاسبات من الحكومة العربية عاجبين. حرامات الوقت دايم شيء تمام؟ زين خلينا نشوف شنو الحلقات اللوبس. منو أسألوا إحنا كنا وجه لوجه، كان قلت لكم اللي مر عليه هاي الفكرة يرفع إيده حتى نفتهم النسبة. بس مع الأسف هو التفاعل صار ضعيف بالإلكتروني، يعني حتى ما أشوف وجوهكم بتفهمون حتى أعيد حكاية أو ما أقدر أسأل بسهولة شديدة. وهمدا نسجل ما أقدر أحج واحد يطلع ما موجود ويتوثق أنه مو موجود. فشوية بتحدي يعني الإلكتروني أحيانا. زين خلينا نشوف هي للحلقات لللوبس تمام اللي هو تكرار. اللوبس بالبرمجة اللي تكرار شيء معين عدد من المرات. هذه الآية سشوفها من تريد عالج صورة راح تحتاج تكرر في نسق معين، من تحتاج يعني أمور كثيرة. التكرار يعني موجود بالحاسبات بكمية كبيرة جدا وهائلة. زين مثل ما الـ if statement while هذن راح نتعلمها اللي هي الـ while أو الوحدة بدل القلم لأنه الهايلايتر ما يشتغل على شوي تمام. اللي هو الوايل أو النوع الثاني من الوايل يسموه دو وايل اللي يشبه الوايل لكن يبدي أول مرة ينفذ يلا يشيك، بينما هنا يشيك أول، هنا يشيك أول، هنا ينفذ أول مرة أول تنفيذه وراه يبدي يشيك وراه يقرر يعيد لو ما يعيد. والفور اللي هو الأكثر شيوعاً ولا يكاد يخلو برنامج من الفور ستيتمنت. وما أعرف ليش كل لغات البرمجة اللي أعرفها أنا تستخدم الفور بنفس الطريقة هاي اللوب، ما أعرف كأنه ما صار ستاندرد بالبرمجة. وكل البرمجين اللي شفتهم يحبوه ويستخدموه ويعني استخدم طريقة مو طبيعية تمام. مع العلم انه ترى يسوي يعني هاي تسوي شغل هاي يسوي شغل هاي بس خلاف اختلاف بسيط يعني. زين هسه خلينا نشوف واحدة واحدة، خلينا نشوف واحدة واحدة وناخذ عليها امثلة بسيطة وليست معقدة لغرض التوضيح اللي اتمنى انه تطبقون هاي الامثلة لانه ما بها كتابة هواية. ونقول التالي وننتقل الى المستعرض الجاي. أول واحد هو the while loop. أول واحد while loop باختصار، ما دام هذا الشرط متحقق، ما دام هذا الشرط true متحقق كرر لهذا البلوك. هذا البلوك اللي ممكن يصير هو بمئات الإعازات وممكن يصير بإعاز واحد تمام باختصار شديد. زين سؤال، هل هذا الوايل اقدر اسويه بحيث يشتغل ما لا نهايه؟ اي مجرد اكتب هنا واحد، اكتب هنا واحد يقوم يشتغل ما لا نهايه، يعني عداد اسوي انفينيتي اذا صارت مشخبطه. زين انفينيتي هالشكل. زين هذا مجرد هنا تكتب وايل واحد هذا يستمر كانما ما لا نهايه الى حد ما طفي البرنامج يلا يوقف. العفو. وين اكو تحتاج هيك برامج هوايه؟ هوايه برامج تحتاج اول ما شغله يستمر اللوب الى ما لا نهايه. معقوله؟ اي معقوله طبعا. هوايه برامج هو تريد يشتغل 24 ساعه تمام. زين شلون اخليه ما يشتغل ولا مره؟
اذا حطيت صفر اصلا هو بالماكو شويه اصلا ما راح يشتغل ولا مره. اذا حطيت هنا صفر كانما ما كاتبه يعني. مجرد اضيع الوقت ذاك تمام، فما حد يغلط هالغلطه. عاده هنا يخلون مقارنه بين متغيرين بناء على قيم معينه، بناء على شيء مدخل معين، بناء على نتيجه معينه تطلع من الاف ستيتمنت قبلها صايره تمام. ونقول التالي ونشوف المستعرض التالي مثال معين. اذا كان عندي متغير عدد صحيح وطيت قيمه اوليه اللي هي صفر، اكتب له وايل اي اصغر من 5 اطبع لي اي كل مره انزل سطر تمام. شوف هذا يوم الزايده هيظل يطبع لك هاي اللي ما لها نهايه. ليش؟ لانه حيبقى ترو، حيبقى اصغر من 5 تمام. فهنا المتغير هذا الزياده اي زائد زائد هاي تحل لك الاشكاليه، هاي تحل لك الاشكاليه. في هذا المقام يعني هنا اول ما بلش صفر مر هنا ومشى يعني هنا صار واحد وواحد وطبع واثنين، فهنا راح يطبع صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، وراح بس يوصل 5 ما يتحقق الشرط، ما يكمل ما ينفذ هذا البلوك، البلوك ما يتنفذ بس يصير 5، بس يصير 5 ما يتنفذ هذا البلوك لأنه ما يتحقق الشرط. يعني نتيجة المقارنة حصير فولس، من يصير فولس ما يتنفذ. لا تتخربط باليساوي ولا يساوي، بالأصغر والأكبر. اسأل نفسك هل ما تحقق الشرط؟ إذا ما تحقق راح يتنفذ. لا تقول لا هذه مو أكبر هاي أصغر، لا تقول هالشكل. هل هي هل تحقق الشرط؟ يعني هل هاي النتيجة؟ هل آية إذا كانت الآية واصلة 5، هل آية أصغر من 5؟ الجواب لا، إذا ما راح يتنفذ. الجواب إيه يعني يتنفذ. هالشكل اسأل نفسك نعم وكلا. لا تقول ترو فولس وتخربطك انه هل ترو لو فولس لو هل اكبر او اصغر. لا بس هاي مو اكبر اصغر، لا انت ما لك علاقه. يعني هي مو الفكره انه اشوفه هل هو اكبر يتنفذ او اصغر ما يتنفذ، لا الفكره انه شرط تحقق لو ما يتحقق. النتيجه تحقق يعني النتيجه من عنده. انت خلي ببالك الاف ستيتمنت اي اكسبريشن الوايل اي اكسبريشن يدور نتيجه لو واحد حتى يستمر، لو صفر حتى يوقف، لو واحد لو صفر هاي يعني ما يقبل غير شيء تمام. بتمنى يكون هذا واضح. ونقول التالي حتى نشوف مثال اخر عليه. شوف هذا المثال لطيف. write C++ program to find the summation of the following series. نعطيك معادله. المعادله هي باختصار انه هاي المعادله تكتب بهالطريقه بالرياضيات. يعني شوف الرياضيات ايش قد حلو يختصر لك. قال لك من اي يساوي 1 الى ام الاي تربيع، كلهن اجمع عليهم. يعني للواحد 1 تربيع، زائدا 2 تربيع، زائدا 3 تربيع، دائما تربيع. التربيع تقدر تقول تستخدم الأس 2 تقدر تضربه في نفس ببساطة شديدة. فباختصار شديد أحتاج متغير اسمه I تمام، اللي يحسب لي من الواحد إلى الآن. الآي عداد إلي داخلي، علي عداد داخلي تمام. الآن هو اللي راح أطلب قيمته، وراح أسوي متغير أقدر أسوي مو عدد صحيح،
اذا لزمت الحاجه، لكن هو عاده التربيعات كلها اعداد صحيحه، وهو جمع ما التربيعات، اذا هو حيكون على الصحيح، ما تقبل غلط. تمام، فاسوي فتشي اجمع به المجموعات، يعني السميشن مالتهم. دائما من تعطي متغير مثل هذا الان وما تعطي قيمه اوليه، ما تسوي له انيشاليزيشن مثل ما سوينا ويا الاي. في الاي اعطيناها انيشاليزيشن قيمه اوليه، قلنا تساوي واحد، السام قيمه اوليه تساوي صفر. تمام، من تسوي ان هذا ما تعطي قيمه اوليه مثل هالحاله، يطلع لك وورنينج بالتنفيذ مال البرنامج، لكن مو مشكله، الوورنينج ما يوقف برنامج، مجرد ينبهك. الورنينج هو تحذير، انت تخاف من الايرور مسج، يعني تحسب حساب الايرور مسج وتتجنب الايرور مسج، الورنينج ما تهتم له، مو مشكله. تمام، زين، عرفنا ثلاث متغيرات. طبعا هذه هسه شوف شلون تحدد المتغيرات من اي برنامج. باختصار شديد، من يقول لك اوجد لي فشي فاين سميشن، هذا متغير، يعني من موجود هنا ان، يعني هذا متغير. تمام، من هنا انا عداد يحسب، هذا عداد لك داخلي متغير. فحاليا انا افتهم انه اكو ثلاث متغيرات، لو استجد الي احتاج رابع اعرف الرابع انا بدي اكتب البرنامج. انت بالامتحان بالورقه شنو تضيفه، حتى لو تضيفه هنا بصفك هالمكان، يصير يصير تضيف متغير بهالمكان، لانه عندك سيمي كولن فاصله، اذا تكتب مجموعه اعزاد بسطر الواحد ما طول به سيمي كولن ما ياثر، يتنفذ الواحد ورا الثاني عادي. اطلب من المستخدم يدخل قيمه موجبه بليز انتر بوزيتيف نمبر، وتم ادخال قيمه بالسي ان. تمام، وامتزج قيمه بالان. اوكي، هسه هنا انا اقول له while i اصغر ويساوي n، اصغر ويساوي n، استمر. يعني الان المفروض واحد وفوق حتى يستمر، اذا الان حط ليها ناقص واحد يتحقق من اول مره؟ ما يتحقق، مو تمام، ما راح يسوي كل شيء. تمام، فالان حكم حتى لو ما اقول له انتر النمبر، هو حيتشيك هنا هسه كانما هنا لازم يصير الان بوزيتيف، لازم حتى يستمر، وبخلافه ما راح يستمر، لازم. هاي الشغله الاولى، يعني الان اكبر من صفر لازم يصير. عاد عندنا سوي صفر صار شكل شخبطه. زين، هنا ايش راح يسوي المتغير اللي هو سام؟ طبعا دائما اي شيء بمجموع لازم تعطي قيمه اوليه صفر حتى لا يخربط عندك المجموع. تمام، سام يساوي هاي كانما تذكرون هذا بلس ويساوي، كانما دا اقول سام يساوي سام زائدا اي تي اي. كان ما هالشكل، شنو عجبك؟ انا صراحه ميال الى البساطه، الميال الى البساطه، اكتبها سام يساوي ولا اقعد اسوي بلس ويساوي. ما اشوف هذا متعب وطويل، ما اشوف هذا يرهقني اذا كتبته، بس اشوفه يسهل لي القراءه اذا قريته. دائما حاول تحافظ على بساطه الاشياء. والعداد اللي يقارن لك الاي دائما الزايده. تمام، احنا هذا لو سويته اي بلس بلس، لو سويته بلس بلس اي نفس الشيء، نفس الشيء.
نفس الشيء. تمام، بالاخير اطبع النتيجه المجموع النهائي نهايه المعادله، يعني هاي النهايه مال المعادله. هاي العمليه لو كانت الان قيمتها كبيره، نشوف ايش قد هذا البرنامج يسهل لك شغل، يسهل لك شغل مو طبيعي. تمام، اذا بلشنا نستخدم الحاسبه او لغه البرمجه اللي احنا مالتنا في حل مشاكل عمليه لها بعد عملي. من هناك قسنا درجه رضا للمستخدم، من هناك قمنا نحل المعادله، من هناك قمنا، فقامت الشغله تصير لها تطبيق وليست على الورق فقط. ونقول التالي، ونقول التالي، ونشوف المستعرض القادم شنو هو. تطبيق اخر على الوايل. ما طول الشرط متحقق سوي شنو هو؟ find the summation of all of the of odd numbers between 1 و100. اجمع لي كل الفرديات بين 1 و100. فجيت سويت اول شيء عداد. دائما حتى يصير عندك شرط ويتحقق لازم عندك عداد يتغير. قانون، اذا انتبهت دائما اكو عداد ومزيده، دائما اكو عداد ومزيده العداد. دائما اكو عداد ودائما مزيده. ليش؟ لانه اذا ماكو عداد فالشيء دائما يتغير، ما راح يتحقق الشرط مالتك، حتظل تستمر في حلقه مفرغه، او ما راح أو اصلا يعني ما راح تدخل للوب، لانه هو ما تحقق من اساسه وخلص يعني. فانت لازم تفترض انه او تنتبه انه اول شيء راح يعني يتم ادخالك للوب. بهاي الحاله هسه احنا ايش راح نسوي؟ الكاونتر من الواحد ويقول لك اصغر يساوي 99، فاذا هو بين الصفر والمية. ليش سوينا من 1 لـ99؟ لانه يقول لك اعداد فرديه فما احتاجت الصفر. تمام، اذا هذا سويته صفر يأثر؟ كاونت ما يأثر، ما يأثر. هذا عجبني هنا، ايش ده يقول لك؟ يقول لك سم يساوي سم زائد كاونت. كان يقدر يكتب سم بلس يساوي كاونت، كتبه بهاي الطريقه اللي انا اشوفها سهله ومريحه. تمام، لما بما انه فرديات يزيد باثنين، يزيد باثنين ما يزيد بواحد على اعتبار فردي. تمام، وشيك ما طول اصغر ويساوي 99 يستمر، مجرد يعبر ال 99 يعني صار 100 خلاص يوقف. تمام، ويطلع لك النتيجه بالنهايه. اذا تريد تصفن بها وتطبقها سوي باز وروح طبق وحدك. هذا مال فردي وزوجي، والغرض واضح من عنده هو التطبيق. احتمال تحتاجه اكو احتمال بس ضعيف صراحه يعني نادر. زين، لكن هي شلون احنا نستخدم هاي الوايل وياها الشرط، ونقول التالي وننتقل للوراء. find the absolute value of a number، اوجد القيمه المطلقه. هذا لطيف، البارحه من كتبت تفنست عليه بصراحه. ليش؟ لانه اريد اجد قيمه مطلقه، فسويت لي متغير من نوع دبل، يعني ممكن يصير كسر، ممكن يصير، وسميته انبوت، ممكن يصير كسر، ممكن يصير موجب، ممكن يصير سالب. تمام، وطلبت ادخاله لنا وشيكت، وايل انبوت سالب اصغر من صفر يقلبه. خلصت هاي الوايل، سطر واحد هاي طلع لي القيمه المطلقه. يقلبه يعني سوي لي ناقص، اذا كان اصغر من صفر يعني بالسالب اقلب لي الاشاره مالته، اكو ناقص قبله، وهنا دا ابسولوت فاليو هاي شكل. اذا كان هو موجب صفر او موجب، فالابسولوت فاليو مال صفر هو نفسه صفر، والابسولوت مال موجب هو نفسه موجب. فعباره بصراحه سطر واحد طلعت القيمه المطلقه. هذا السطر طبعتها، هاي مجرد عرفت متغيرات، عرفت متغير، وهنا طلبت ادخال متغير. طبعا مكتبه سي اوت مثل كالعاده احنا دائما المتغير نقول له سي اوت عباره توضيحيه للمستخدم،
رجاء ادخال قيمه. والله يلا سين، احنا انا ما جت في بالي، ما ادري استعجلت يمكن او شيء من القبيل، بس الشيء زين انه ما نسيت الريتيرن مضبوط الكليشه مالتنا، وهاي الكليشه اللي فوقها نفسها مضبوطه كامله، وكتبت ملاحظه فايده، انا فايده ابسولوت فاليو جد القيمه المطلقه. القيمه المطلقه اللي احنا دائما نسوي خطين، تمام، خطين للمتغير، القيمه المطلقه ابسولوت فاليو اوف اكس مثلا، تمام. فهاي البرنامج يوجد القيمه المطلقه سواء كان كسر او عدد صحيح، وسواء كان موجب او سالب، والرينج مالته تقول لي انه دبل، ووايل استخدمناها بسطر واحد، فشفت شلون انه ما طول هو سالب اقلب لي اياه، واذا موجب او فمثل ما هو، فما طول يتحقق الشرط هذا سوي البلوك. الوايل ستيتمنت اذا وحده عاز واحد مثل الحاله، ما نحتاج هاي القوسين البدايه والنهايه، بس احنا مثل الاف ستيتمنت اقول لك تعود تكتبها ما تخسر، تعود تكتبها خليها تصير عندك اعتيادي، تكتب القوسين البدايه والنهايه ما تخبر، ما يحتاج تولي اهتمام الى هل هو اعاز واحد او اكثر من اعاز. وخلصنا هاي الصفحه ونقول التالي وننتقل الى اللي وراه. دو وايل بالضبط نفس الوايل باختلاف بسيط كلش، شنو اول مره راح ينفذ، يعني دو نفذ هذا وبعدين يلا شيء نفذ هذا اول مره وبعدين شيك شوف استمر لو ما تستمر، فشيك اذا تحقق ارجع، اذا ما تحقق اطلع. فهم شلون؟ يعني اول مره قرض فرض راح ينفذ لك اياها مره واحده، اول مره لازم ينفذ لك اياها مره واحده. هذا الفرق بين دو وايل. الوايل اول مره من اول شيء بده يشيك عنده في ستيتمنت كانما، الدو وايل ينفذه وبعدين يلا يشيك. اول مره اول تنفيذه لازم تصير اللي هي بيها دو، وراها وايل، لو يكرر لو يبطل تكرار. ناخذ مثال او الاسبع عندنا نحكي على السنتكس شلون تطبيقها، نفس الفكره هذه، دو قوس بدايه ونهايه مجموعه ستيتمنتس، اذا هذه ستيتمنت واحده فما تحتاج قوس بدايه ونهايه. انصحك دائما تكتبها، اي انصحك دائما حط الاقواس وخلص، دائما حط الاقواس وخلص، وهذا الشرط اول مره حتى لو الشرط ما متحقق اول مره راح يتنفذ، دائما تنفيذ اول مره، تنفيذ او دائما دائما ينفذ اول مره. واعتذر على شخابيط مال الخط مو واضح بس دا احاول. ونقول التالي وننتقل للمستعرض الاخر ونشوف من الصفر الى الخمسه، يطبع لي اياها بالتسلسل. اول مره راح يجي يطبع الصفر، وراه راح يزيده، وشوف الشرط متحقق، واحد يروح يطبع واحد، تمام، ويزيده طال اثنين، وشوف الشرط متحقق، هل هو اثنين اصغر من خمسه؟ اي، يرجع يطبع اثنين ويزيده صار ثلاثة، وشوف الشرط متحقق، اي متحقق، يرجع مرة ثانية يطبع ثلاثة وزيدة صار أربعة، وشوف الشرط متحقق، اي بعدها متحقق أربعة بعدها أصغر من خمسة، ويطبع أربعة وزيدة صار خمسة، وشوف الشرط متحقق، لا ما متحقق، يطلع. فطبع يهمنا من الصفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام. طريقة ثانية إلى اللي كتبناه قبل شوية، ونقول تالي ونشوف هذا المثال الآخر
هذا يقبل القيمة المدخلة إذا كانت بين 50 و70، يقبل القيمة المدخلة ويأخذها ويستمر. إذا كانت القيمة المدخلة بين 50 و70، هذا النطاق، هذا الرينج، تمام؟ وبخلافه otherwise it keeps asking for numbers. إذا دخلت قيمة لا مو بين 50 و70 يستمر يسألك، يستمر يسألك، تمام؟ ما حاط فن متغير معين وشيك عليه. هنا المتغير كأنما حط له 0 و 1 بوليان، كأنما هذا بوليان اللي بس 0 و 1، تمام؟ اجى عرف المتغير، عرف له بين 50 و70 اللو والهاي، وبلش طلب قيمة، تمام؟ فهذا دائما حيطلب هاي القيمة أول شيء، ما يحتاج لشرط حتى يطلب القيمة. فشنو؟ فحطها دو وايل، لأنه أنا دائما أريد أبلش، أريد أدخل أول مرة، أضمن الدخول، تمام؟ فما شيكت على شرط، راسا دخلت، طلب قيمة إكس، ويقول إذا الإكس أصغر وتساوي هذا المينيمم، أكبر وتساوي المينيمم، وأصغر وتساوي الماكسيمم، حط بناتين أند. إذا تحققت هاي الشرط يعني هو بين 50 و70، صحيح؟ إذا هذا سوي لي 1 البوليان مالتي، وهنا ما طول البوليان لا يساوي، يعني البوليان هنا ايش سوى؟ يساوي 0، بس هو 1 كان، فهذا صار فولس، عرفت شلون؟ فما راح يستمر لانه القيمه المدخله ضمن النطاق هذا. اذا لا والله القيمه المدخله مو ضمن النطاق، طبعا هو راد يخربطك، ايش راد يسوي؟ راد يسوي كذا، انا لو ما كان ما اسوي هالشكل، انا هذه ما اسوي يساوي 0، انا اسويها هي القيمه وحدها، اسويها 1 اذا اريد تظل تعيد، اسويها 0 اذا خلص، يعني بهيج حاله انا مو خلصت اسويها 0، وهنا ما اسوي يساوي 0. بس انا دا اشرح لك المثال الموجود، ما اريد اقول لك انا شلون اكتبها، تمام؟ المثال بشويه يرد له تركيز، دا يحاول يخربطك، يعني شنو؟ خلى لك هاي القيمه 1، هو متحقق الشرط، سوى فيها القيمه 1، بس شيك تساوي 0، تمام؟ فايش وقت، ايش وقت راح يبطل واللوب يطلع من عنده؟ من هذا الشرط ترو، يعني شو وقت يصير ترو؟ من هذا يساوي هذا، يعني هذا 0 يساوي 0، تمام؟ فإذا كان مو ضمن الرينج فحط لك إياه 0، إذا 0 يساوي 0 ترو، إذا عيد، عيد شنو؟ انتر نمبر سي ان، يظل يطلب أرقام، لأنه الرقم المدخل مو ضمن النطاق مالته، بس تعطي رقم مو ضمن النطاق يخلص، ينتهي البرنامج. إذا ضمن رقم مو ضمن النطاق راح يظل يسأل. هذه وين تفيدك؟ تفيدك من تريد مثلا بين الصفر والمية الأرقام المدخلة، تسوي لها الحركة هذه. مثلا تريد الأرقام المدخلة يعني بس أسماء الناجحين، مثلا 50 وفوق، أو بعض الكليات تعتبر درجة النجاح 60 وفوق. فهذه لها تطبيق عملي ومستخدمة، وأنا شخصيا مستخدمة، تمام؟ هل سؤال، هل بالبرامج الرسمية باللعبات نكتبها بهالبساطة؟ إيه بهالبساطة. معقولة؟ معقولة. صدق؟ إيه صدق. حكاية إن شاء الله تكون تبعث على الراحة والتفاؤل إن شاء الله. ونقول التالي ونشوف المستعرض التالي. مثال آخر على do while. يقول لي وجد لي، اكتب لي برنامج يوجد لي الفاكتوريال، هذا شو اسمه الفاكتوريال؟ مفكوك، مو اعتقد اسمه المفكوك، مفكوك الرقم او في الشيء اللي هو رقم مضروب فيه دائما ناقص بواحد ناقص بواحد، مثلا الخمسه الفاكتوريال مال خمسه هو 5 في 4 في 3 في 2 في 1، طبعا دائما في واحد ما يحتاج نذكره لانه ما تتغير الملتيبليكيشن في واحد، فاحنا نوصل للاثنين ونقطع، تمام؟ فهنا شو يريد يقول؟ يريد يقول ما طول
عرف الفكتوريال الرقم نفسه والفكتوريال مالته، وطلب ادخال رقم، وهنا اجى سوى هالحركه يحسب الفكتوريال مال ام وهنا يطبعها. طبعاً شلون حسبه؟ قال الفكتوريال يساوي الفكتوريال في الان. يعجبني هاي الطريقه بالكتابه احسن مما اكتب اف نجمه ويساوي ان، هي نفس الشيء ولربما هاي اصغر. انا ما احب هاي، انا ما احب هاي، انا احب هاي الطريقه، اشوفها العقل يفهمها بطريقه اكثر، تنفهم بطريقه اوضح. تمام، شوف احنا شنو هدفنا. طبعا هاي الان ما ادري شلون صارت تشبه الاتش، بس ها قصدي انا. زين، شوف دائما الفكتوريال تنزل، فهنا العداد مالتي ده ينخفض. تمام، ناقص ناقص يعني شنو؟ شنو يعني ناقص ناقص؟ يعني n يساوي n ناقص 1، هذا معناته بارزة منقوطة. هل أنا أفضل ناقص ناقص لو أنا يساوي n ناقص 1؟ ثق وأعتقد أنا أفضل هذه، ما أفضل ناقص ناقص وزائد زائد، أفضل البساطة n تساوي n ناقص 1. تمام، بس احنا هسه لربما من بدايه الامثله ليه هسه نستخدم الزائد زائد والناقص ناقص، من نجمع بواحد وننقص من واحد. تمام، فما دام هو اكبر من واحد استمر، من يوصل للواحد يعني وصل للواحد خلاص يعني. تمام، هذا شلون يحسب لك الفاكتوريال. هسه احنا تذكرون بدايه السنه كنا نريد هذا نحسبها، استعملنا شيء اسمه ماث لايبراري. تمام، هو الماث لايبراري مكتوب بهذني مثل هالطرق، مثل هالطرق مكتوب بيها، وهذا الشيء يعني مو مخفي، موجود اوبن سورس وتقدر تعرف شلون مكتوب نفس الطرق هذه. تمام، السي ماث ايضا، سي ماث هو التطوير مال ماث. تمام، ان شاء الله اذا خلصنا المنهج ولحقنا عليه ناخذ عليه امثله، لا بالتاكيد راح ناخذ عليه مثال مثالين، بالتاكيد احط لكم مثال مثالين على السي ماث وبعض ال شو اسمه الوحدات اللي شو اسمه. تذكرون اكو جيب وجيب، تمام، ساين وكوساين، اكو هايبربوليك ساين واكو هايبربوليك كوساين. السي ماث بها لدن التطوير مالتها. تمام، ان شاء الله ناخذهم، ناخذ عليهم مثال مثاليا المحاضرات الجايات اللي هن مو هوايه. واعتقد هذا المثال استوفيناه وسولفنا به، ونقول التالي وننتقل للمستعرض اللاف. درسنا while، درسنا do while، هسه راح ندرس اخر واحده اللي هي for statement، وبذلك ننتهي من الحلقات اللوبس الاربعه. اريدك تركز لي الفور ستيتمنت بها خصوصيه. قل لي شنو هي الخصوصية؟ أقول لك for statement، for statement ينكتب for كلها small، ينفتح قوس صغير ويصير قوس صغير، لازم أكو هنا بالنص اثنين سيمي كولن، لازم أكو اثنين سيمي كولن. هنا ممكن تصير مجموعة إعازات، حتى ممكن تعرف متغير، تقول integer x يساوي صفر مثلا داخل هاي، يصير يعني هنا أنا ممكن مجموعة أشياء تسويها. لازم دائما أي عاز تسوي هنا نهاية كوما. تمام، أي عاز تسوي هنا نهاية كوما، ما يصير تستخدم هنا بهاي العازات سيمي كولن. سيمي كولن بس اثنين، هذه وحدة وهذه وحدة، ما يصير هنا كذلك. تقدر تسوي مجموعة عازات أو عاز واحد، وهنا كذلك مجموعة إعازات أو إعاز واحد، ممكن تفصلهن كوما أوبريتر. بس هنا كذلك تقدر كوما
سيمي كولن ممنوع، ما يصير سيمي كولن، ما يصير. ليش؟ لأنه بس عندك اثنين سيمي كولن، هذا وهذا. زين، شنو هذه وشنو هذه الوسطانية بين التو سيمي كولنز، وشنو هاي الثالثة؟ هذا الشرح مالتنا هنا. أول واحدة one time، مرة واحدة. في البداية، في البداية. فقط. هذه الإعازات هنا تتنفذ مرة واحدة بالبداية، مرة واحدة بالبداية فقط. يعني مرة ثانية، ثالثة، رابعة، أصلاً هاي كأنما ما موجودة بعد. خلاص، statement 1 تنتهي. بس أول مرة. بعبارة أخرى، هذا كأنما initialization، كأنما الأشياء قلت لك العربية متغير، العربية كذا، هذه الشكل هنا. زين؟ أو تقيمة أولية. فهو بالعدادات عادة شو يقول؟ يقول من I يساوي صفر في التقييمة أولية، تمام؟ الستيتمنت الثاني، هاي الثانية، هو الشرط. تحقق الشرط يستمر يتنفذ البلوك، ما تحقق الشرط ما يتنفذ البلوك. نقطة راس سطر، من أول مرة يشيكه، من أول مرة يشيكه، ما متحقق ولا مرة ما ينفذ. يشبه شنو؟ يشبه الوايل، تمام؟ فهذا الشرط الضروري اللي لازم يتحقق هذا بالوسط. شو وقت يشيكه؟ كل مرة يشيكه، كل ما يخلص تنفيذ يرجع يشيك الشرط متحقق، يستمر تنفيذ، ما متحقق ما ماش اسمه، تمام؟ الثالث، هذا statement الثالث، هو اللي يتنفذ ورا كل ما يتنفذ البلوك. يعني هذا كأنما ترتيبه أسفل البلوك، بس هو مكتوب هنا لفوق. كل مرة البلوك يتنفذ، يعني الشرط تحقق، هو هذا يتنفذ مرة واحدة اللي ورا. وعادة شو يستعملوا؟ يستعملوا للزايد زايد، تمام؟ الزيادة زايد زايد اي ايش كذا يستعملوا، تمام؟ ليش أنا أقول لك يا أشرح لك؟ لأنه مرات وأنا ها شايفها بهواي مكانات، أشوف المبرمج يعني المعي، يعني هو ذكي، يحط هنا شغلات أنت ما متوقعها. ليش؟ يقول لك أنت مدة تقول لي هذا يتنفذ وراء البرنامج، أنا أريد هنا الشغلات تتنفذ، يحط لك شغلات ما متوقعها، مو بس عدادي زيدة. فأنا أشرح لك الفكرة الأساسية، لكن الأمثلة اللي راح نأخذها هي الأمثلة البسيطة. هنا قيمة أولية I يساوي صفر، هنا I أصغر من خمسة، هنا I زائد زائد. هاي أبسط طريقة للش اسمه، هذا الكونديشن، وهذا every time after the code block executed. نشوف طريقة ثانية إلى شرح عمل اللوب. هسه احنا كنا بدنا نحكي السندكس مالتنا، تمام؟ نقول التالي ونشوف طريقة ثانية. الطريقة الثانية هذه نفسها اللي نفس الحكي اللي قلناه، بس الطريقة الثانية هنا initialization، تمام؟ مثلا i يساوي صفر، هنا continuous condition، الشرط i أصغر من 10 مثلا، وهنا الupdate اللي هو دائما شو كتير يصير؟ يصير ورا تنفيذ هذا. يعني هذا لو كان صفر وأصغر من 10 حيجي ينفذه، يلا يزيد زائد زائد اي، فهم شلون؟ او اي زائد زائد، اول مره راح ينفذ هذا اذا الشرط متحقق، اذا الشرط متحقق اول مره راح ينفذ هذا، ثم يزيد الابديت. قانون لازم اثنين سيمي كولن بالقوسين مال فور، اثنين سيمي كولن بالقوسين مال فور، ما يصير اكثر من سيمي كولن، ما يصير اكثر من اثنين سيمي كولن، ما يصير أكثر من اثنين. حصلكم سؤال، من يقدر يجاوبني عليه؟ لو كتبت فور
حطيت قوسين حطيت هنا هاي الفارزة منقوطة حطيت هاي القوس بداية ونهاية ايش راح يصير؟ فارغات ماكو هنا اي شيء انا حجاوب نفسي هذا حيستمر الى ما لا نهاية هذا يستمر ما لا نهاية هذا هاي العملية لا تحطها لاني فارغات بس سيميكولن فارغة يعني تقول استمر ما لا نهاية هناخذ مثال مثالين وتنتهي البرنامج تنتهي المحاضرة مال اليوم قطيت عابدكم ونقول التالي ونشوف we can create infinite loop as follows هذا infinite loop هذا يستمر إلى ما لا نهاية تمام هذا يستمر ما لا نهاية إذا تريد شغلة ظل تتنفذ شون قلت لك while حط فيها واحد تستمر ما لا نهاية هذا همينة كأنه ما حطيت الشرط ماكو شرط فيستمر ما لا نهاية الوسطاني هنا شرط ما بي شرط فيستمر ما لا نهاية ونقول التالي ونشوف مثال عليه for integer شوف عرفه هنا مو بس حطها قيمة عرفه متغير بداخل الفور statement انتبه هذا المتغير اللي عرفته بداخل الفور ستيتمنت يختفي مجرد ما تخلص الفور ستيتمنت يعني هذا لوكال بس مال ستيتمنت تمام تذكرون من قلنا المتغيرات اكو جلوبال واكو لوكال اللوكال ممكن يصير لوكال بس مال فانكشن كليته وممكن يصير لوكال اصلا يتم انشاءه بداخل الستيتمنت مثل الحاله مالتنا ويختفي هذا العداد يختفي مجرد خلصت الستيتمنت فاستخدامه مجرد ضمن هذا البلوك لاحظ شغلة مهمة انتبه علي لو أنا أصلا عندي متغير اسمه I هنا أنا مستخدمة ثاني أما global أو local variable حيتعاركن لا هذا الـ I الداخلي مال 4 مو نفسه الـ I مال ذاك مو نفسه نفس الاسم بس ترى هو غير متغير هذاك يخزن كأنه ما يطلع يخزن بالستاك ميموري ويطلع يروح ينفذ هذا يستمر iterations عدد اللوبس الحلقات الفرات يفرهن وراها يريد يرجع فهذا يستحدث ويختفي هذا اللي داخل الستيتمنت هذا محلي مال ستيتمنت هذا متغير محلي مال ستيتمنت تمام وياي زين فور اي يساوي صفر اي اصغر من خمسه اي بلس بلس يعني هذا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة حيسوي هذا البلوك ينفذه يوصل لخمسة ما تنفذ راح يطلع رأسا okay statement one sets a variable from the loop starts integer يساوي صفر statement two defines the condition for the loop to run I must be less than 5, less than, لا أصغر من 5. If the condition is true, the loop will start over again. If it's false, the loop will end. أصلاً إذا كان false, مو again. إذا true, the block will be executed, otherwise it will stop. يعني مو مثل الدو while, الدو دائماً أول وحدة يسويها. ليش؟ لأنه ما مو كونديشن وراها وايل هنا لا مثل الوايل ستيتمنت وين اصغر من خمسه سوي تمام ويزيد العداد ليش حتى يوصل الى نهايه اذا هذا ما موجود حيستمر الى ما لا نهايه تمام لانه ما راح يوصل حيبقى عمره كليته بلش صفر وبيظل اصغر من خمسه وما يزيد لو هذا ما موجود حيستمر ما لا نهايه تمام فدائما هالشكل يسوي statement 3 increases a value each time the code block has been executed كل مره البلوك هذا يصير executed يجي ينفذ هذا
ثالث expression. نتمنى تكون واضحة ونقول التالي ونشوف إذا أكو مثال آخر. بس هنا من الصفر أصغر ويساوي عشرة، انتبه أصغر ويساوي عشرة يعني العشرة داخلة. I زايدة باثنين، إذا إيش يريد يساوي هو؟ يطلع لي بس الزوجيات بين الصفر والعشرة، بين الزوجيات بين الصفر والعشرة يطلع. وراح يبلش صفر وراح يزيد طبعة وراح يبلش ويزيد باثنين وراح يزيد باثنين وراح يزيد باثنين وراح يزيد باثنين وراح يزيد باثنين إلى هنا متحقق الشرط. زين ينفذ طبع العشرة. زيادة باثنين صار 12، ما تحقق الشرط ما يسوي شيء بعد، يقطع يطلع من يطلع من هاي شو اسمه البلاك، ما ينفذه بعد. اوكي يعني انا لو ما شارح لك اياها قال لك هذا شيء يسوي البرنامج، انت المفروض تجي تقول يقول هذا يطبع الزوجية even numbers بين الصفر والواحد والعشرة، او تكتب لي يطلع صفر، تكتب لي الاوتبوت مالته، تكتب لي صفر 2 4 6 8 10 تمام. يعني انت فهمت البرنامج. نقول التالي C++ program to add the numbers between 1 و 100. هنا نفس الموضوع بس شنو راح يسوي؟ كل النمبرز add numbers كل يجمعها كليتها، فبين الواحد لانه هو بجمع الصفر ما يفرق، فبين الواحد الى اصغر ويساوي 100، اصغر ويساوي 100 لانه ال 100 داخله تمام، وزيد كل مره بواحد، المجموع يساوي المجموع زائدا الرقم، سام يساوي سام زائدا الآية. هذا كان ممكن مثل ما ذكرت ملاحظات قبل شويه ممكن كان يش يكتبها سام بلس واي يساوي اي، بس انا افضل هاي الطريقه اشوفها مريحه للعقل ازيد تمام. سام يساوي سام بلس اي احسن، وبالأخير يطبع. انتبه ما حط قوس بداية ونهاية، إذا ال for statement تأخذ أول إعاس فقط، أول إعاس فقط، أول إعاس فقط. لو يحط قوس بداية ونهاية تقدر يحط مجموعة إعازات وتشملها كليتها تمام. ده يريد يقول لك أنه إذا ما تحط مو بس الفور ال while كذلك، إذا ما تحط قوس بداية ونهاية فحدك إعاز واحد. سؤال لكم أريد أختبركم، سؤال مهم. لو إجيت أنا حطيت هنا سيمي كولن شنو راح يصير؟ يلا من يجاوبني؟ أحسب خمس ثواني، إذا ما حد جاوب أجاوب أنا. صار تنهي الجملة. أنهي الجملة صحيح، يعني شنو؟ أستاذ حتى نبدي بإعاز جديد غير هذه لو خليتها هنا الفور ما بيها قوس بداية ونهاية، تأخذ إعاز واحد، حطيتها الإعاز اللي هو فارغ، فأنا كأنه ما قطمتها لهنا، فما راح يكرر غير بس هذا الإعاز الفارغ، فما راح يجمع لي من الواحد للمية، ما راح يسوي هذا الشيء، حيفتر ويا نفسه، حيفتر ويا نفسه ويخلص ويجمع لي بس واحد وآخر شيء اللي هو مية، حيطلع لي النتيجة مية واحد لو حطيت هنا سيمي كولن، لأنه قلنا هو يأخذ إعاز واحد، هذه دلالة انتهاء الإعاز، فقفلت للفور لوب، قفلت يعني. لو كان أكو قوس بداية ونهاية قبل هذا تمام، وجيت حطيت سيمي كولن هنا لشكل واحدة، راح يجي راح ينفذ سيمي كولن زيادة، بس راح ينفذ هذا لانه ضمن القوس البدايه والنهايه، فراح يحسب لي المجموع مال من الواحد للمئه كامله اذا اكو اقواس رغم وجود هذه، فهذه اذا حطيناها هنا دا اقفلها، فهذه غلط احطها، اذا حطيت بالغلط سيمي كولن هنا فاني ما راح يشتغل وظل دايخ. هذا الحكي من تجي تنفذ وبالغلط عبالك الفور لوب تاخذ سيمي كولن تحط سيمي كولن وتنفذ وما قاعد تشتغل، ما قاعد تشتغل، وتظل تفرك تحك بشعرك هيك تفرك بعيونك وتقول ها ليش ما يشتغل، شنو هذا
سيشل مالتنا الموقع خربان ما ادري شنو ظل تضرب خمس بزداس وبعدين تلقف هالسالفه اشوف نفسك محقق منجز وما تنساها ابدا تمام. ليش اقول الحكايه اللي قلناها باول المحاضره؟ التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق. ما تقدر تتعلم سياقه من تتفرج فيديوهات، لازم تسوق بيدك. يلا تتعلم سياقه، يلا صار سايق حتى تقدر مسافه، حتى اشياء المألوفة تعرفها، حتى تتمرس ايدك ورجلك على الاشياء. يعني هسه هنا من تكتب كوتيشن ايدك تاخذ وين الكوتيشن، تمرس ايدك ورجلك على المكانات. فتقوم ما تفكر من تدوس بريك، ما تفكر من تدوس بنزين، لانه صار لك فتره تدوس بريك وبنزين فمرنت نفسك. ايش يصير؟ يصير سكند نيتشر، يعني يصير شغله تسويها بدون تفكير. شوف بده يفكر الموضوع جاد، بده يسولف، هو بده يسوق. تمام، شايفين هاي الحاله صايره بيكم، عرفت شلون؟ فكذلك انت تقوم شنو تركز بالهدف مال البرمجه، فتقوم الجوده مال برنامجك ترتفع، تقوم تسوي جيم معقده، تقوم تسوي كذا. ليش؟ لانك مارست كل برنامج جيت نفذته وطبقته. فشوف اللي كاتب، يعني انا من حكايتين حتى بالحل مال الورقه مبين الكاتب من اللي ما منفذ كل شيء. تمام، ونقول التالي ونشوف مثال اخر، ويمكن هذا الاخير ما نتاكد. العفو استاذ، لا ساعدنا انجليزي استاذ صعب الدعش. خلص الوقت زين. هذا المثال بسيط اللي هو يقرا 10 ارقام وفايند ذا سم اوف بوزيتيف نمبرز، بس الموجبات اجمعها. اللي يريده يفتهمه يوقفه. وانا خلصت محاضره لهذا اليوم، واشكر صبركم، تعبناكم، والله يساعدكم، هم صايمين وتدمرتوا فتعذرونا. واعتقد خلصها هي، وراح نوقف تسجيل. والله يمكن اكو بعد واحد وراء، اكو واحد الاخ وراء، ان شاء الله نعيد المحاضره القادمه، واكو واحد اخير وراء. هذا الثلاث امثله بالاضافه الى هذا، هنا موجودات ويا الحل يعني. تمام، والحمد لله رب العالمين. شكرا استاذ، اهلا وسهلا ومرحبا.